الأمر غير هذا، ولكن الأمر وصله في وسط الطريق بعد أن وصلت جيوش الشام التي عليها 3 من القادة: عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، وحسين وشمر ابن الجوشن. وقد أوصوا من لما خرج هذا الجيش وخرجوا هؤلاء القادة أن يرفقوا بالحسين، يعني هم لم يريدوا قتالا وأرادوا الأمور أن تكون سلمية، كانوا يعرفون ما تؤول إليه الأمور. فقيادة الشام لم توصي بقتل الحسين أصلا، يعني حتى يزيد لم يوصي بقتل الحسين لأنه كان يعرف ما تؤول إليه الأمور. وقال لهم لما الآن اعترض الإمام الحسين في وسط الطريق بعد لا يستطيع الوصول إلى العراق ولا الرجوع إلى مكة، فخيرهم بثلاثة أمور: أنه يا أما يعني يريد أن يذهب إلى يزيد، يذهب إلى يزيد فيقابله مباشرة، أو أن يرجع إلى أهله، أو أن يذهب بأغله إلى ثغر من ثغور المسلمين. هذه 3 خيارات قد وضعها الإمام الحسين سلام الله عليه: يا أما يقابل يزيد، يا أما يرجع إلى مكة، أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين. علما أنه في هذه السنة في سنة 61 أن الأمة في أوج الفتوحات الإسلامية، في أوج الفتوحات الإسلامية، ولذلك الأحداث الداخلية هي عطلت شيء ما من الفتوحات، ولكن الفتوحات الإسلامية في أوجها وفي أعظمها، جيوش المسلمين تقاتل في بلاد الأرض جميعا حيث تناطح السحاب جيوش الإسلام، والناس تدخل في دين الله زرافات ووحدانة وأفواجا تدخل في دين الله منبهرين متعجبين من رحمة الإسلام ومن عدالة هذا الدين. قالوا والله لا نعطيك هذه 3 حتى تنزل على حكم عبيد الله بن زياد، لأنه هو الوالي، إذن لا علاقة له الآن، لا علاقة بالشام بهذا الأمر، لا ننزلك إلا على حكم عبيد الله بن زياد. تسمع الثقلين: إن الذي قتل الحسين الذين أخرجوه ثم خذلوه والذين لم يناصروه، إن الذين قتلوا الحسين الذين بايعوه ثم خذلوه، إن الذين قتلوا الحسين الذين ناصروه والذين استقدموه ثم تخلوا عنه، هؤلاء القتلة الحقيقيون